مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، مع درس جديد في هذا اليوم من دروس التربية الإسلامية، وهو في المجال الثالث، مجال العقيدة الإسلامية، وهو عن القرآن الكريم. أهداف هذا الدرس أن يبين الطالب المقصود بالقرآن الكريم، وأن يعدد الطالب أسماء القرآن الكريم، وأن يقارن الطالب بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة. في هذه التهيئة نرى قرآنا كريما ونسمع قوله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شارك معلمك الحوار والمناقشة لمعرفة كيف وصل إلينا القرآن الكريم. نقل إلينا عن جمع كثير من الصحابة إلى جمع كثير من التابعين، وهكذا من جيل إلى جيل، من جمع كثير إلى جمع كثير، حتى وصل إلينا حفظا في الصدور وكتابة في السطور، وقبل هذا حفظه الله سبحانه وتعالى. الهدف الأول أن يبين الطالب المقصود بالقرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ هذا تعريف القرآن الكريم: هو كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، والمتعبد بتلاوته، والمنقول إلينا بالتواتر. شرح تعريف القرآن الكريم: المعجز أن الله تعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولا يستطيعون. والمتعبد بتلاوته أن قراءة القرآن عبادة يتقرب بها المؤمن إلى خالقه داخل الصلاة وخارجها. والمنقول إلينا بالتواتر أي نقل إلينا عن طريق الجمع الكثير من الصحابة إلى الجمع الكثير من التابعين، وهكذا بقي القرآن يتنقل من جيل إلى آخر حتى وصلنا. افتح صفحة 56 يا شباب. هذا هو القرآن الكريم. تعريفه: هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، والمتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. الهدف الثاني أن يعدد الطالب أسماء القرآن الكريم. أسماء القرآن الكريم: سمى الله تعالى القرآن الكريم بأسماء عدة، ومن أشهرها الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل. سمى الله تعالى القرآن بالكتاب في قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وسمى الله تعالى القرآن بالفرقان في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سمى الله تعالى القرآن بالذكر في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمى الله تعالى القرآن بالتنزيل كما ورد في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. افتح صفحة 57 بارك الله فيك. هو كلام الله المعجز المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، والمتعبد بتلاوته، والمنقول إلينا بالتواتر. السؤال الثاني: اذكر ثلاثة أسماء من أسماء القرآن الكريم: الكتاب، الفرقان، الذكر، والاسم الرابع التنزيل. الهدف الثالث أن يقارن الطالب بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة. القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى
تشترك الكتب السماوية في كونها كلها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها نزلت على الرسل، غير أن القرآن تميز عنها بأمور، منها خلوده وأنه إلى الناس كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. والكتب السماوية مؤقتة محدودة بزمن من أنزلت إليهم، وحفظ الله تعالى القرآن كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتب السماوية بينما أوكر الله تعالى حفظ الكتب السابقة للبشر فحرفوا وبدلوا، والقرآن لم يستطع أحد أن يحرفه أو يبدل فيه. افتح صفحة 56 بارك الله فيك. من أسماء القرآن الكريم، اذكر أسماء القرآن الكريم، حاول أن تستحضر معي 4 أسماء: الكتاب، الفرقان، الذكر، التنزيل. افتح كتاب صفحة 56 بارك الله فيك. أيضا المقارنة بين القرآن الكريم والكتب السماوية. القرآن الكريم خلوده وأنه إلى الناس كافة، الكتب السماوية مؤقتة ومحدودة بزمن من أنزلت إليهم. القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، الكتب السماوية لم يتكفل الله تعالى بحفظها بل وكلها إلى الناس فحرفوا وغيروا وبدلوا. السؤال الثالث: قارن بين القرآن الكريم وما سبقه من كتب في 3 جوانب عبر الجدول الآتي. وجه المقارنة: القرآن الكريم خلوده واستمراره خالد إلى قيام الساعة، الكتب السابقة مؤقتة. الحفظ: القرآن الكريم تكفل الله تعالى بحفظه، الكتب السابقة لم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها. المستهدف: أرسل للناس كافة، الكتب السابقة أرسلت لأقوام محددين. وبهذا انتهى درسنا اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية. كما أرجو من طلابي الأعزاء الاهتمام بالفيديوهات سماعا ومتابعة منصة المدرسة الإلكترونية وحل الواجبات والمشاركة فيها، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.